تربية الحيوانات من أجمل مظاهر الإنسانية، ورعايتهم بحب ورحمة حتى في الشارع واجب في كل الأحوال. لكن للأسف اللي بنشوفه مؤخراً في شوارعنا مؤلم وملوش علاقة لا بالإنسانية ولا بالرحمة. شباب بيضرب ويعذب الحيوانات وخصوصاً الكلاب والقطط. ده غير استخدامهم بشكل خاطئ في تخويف الناس، واللي ساعات بتحصل بسببه مشاكل كبيرة. للأسف حيوانات حظها سيء وقعها في إيد شباب مستهتر يعذب فيها لغاية ما تموت من غير أي رحمة ولا إنسانية. تعالوا نبدأ من مصر. الصدمة. كلاب الشوارع دي لازم تتضرب وتتحبس. الحيوانات الضالة ممكن تكون بتعمل مشاكل لناس كتير، بس هو الحل اننا نعذبهم نقتلهم ولا يكون في شوية انسانية ورحمة ورفق بالحيوان؟ لو شفت قصادك واحد بيعذب كلب هتحس بايه وهتتصرف معاه ازاي؟ ايوة اضربه عشان يفيع. لازم اقتل لي كل يوم كلب. انا هموتك النهارده. انا كل يوم لازم اقتل لي كلب. مش عايز اسوي ايه؟ صور صاحبي. اضرب اضرب. لازم نفضل نضرب فيهم كده. لازم نخلص منهم. الكلاب بلدي معفنين. مش عايز اسمع صوت. بس ما تصرخش. ده انا هقتلك ما تصوتش. كل ما فيش حرام. دي كلاب شوارع. دي كلاب شوارع ملهاش حل. اضرب. دي كلاب شوارع ملهاش عايزه دي. أيوة تموت. انا كل يوم اموت كلب. للاسف ناس كتير كانت بتتفرج بس. انا هموتك يا بابا. انا هموتك. احنا لازم نخلص منهم كلهم. الكلاب دي بس لازم اموت لي كل يوم كلب. لازم اموت لي كل يوم كلب. صح. ثانيه واحده بس. اصبر. سيب بتاع دي يا عم. ده لحم وده بزاك. بتعمل ايه؟ دي كلاب شوارع. دي لازم. يعني ايه كلاب الشوارع؟ انا كل روح يا حبيبي. يا عم روح. ايه يا عم؟ دي كلاب. دي دي كلاب. انت بتعمل ايه؟ وسع يا عم. دي كلاب شوارع. دي مالهاش عايزه دي. ده انا هموت. وسع ايدك يا عم كده. وسع ايدك. وسع ايدك يا عم. دي كلاب شوارع. دي وسع يا عم. وسع يا عم. الكلاب دول لازم يتضربوا.